موضوعنا سنخصصه لقصص القرآن الكريم، اليوم مع قصة أصحاب السبت. من هم أصحاب السبت؟ هم قوم من اليهود المسلمون، عندهم يسمون بأصحاب الجمعة، واليهود يسمون بأصحاب السبت، والنصارى يسمون بأصحاب الأحد. هؤلاء هم أقطاب الديانات السماوية الثلاث. المسلمون أعطاهم ربنا عز وجل يوم مبارك وهو يوم الجمعة في الأسبوع، واليهود أعطاهم الله تعالى يوم السبت ليخصص للعبادة والطاعة، والنصارى خصص لهم الله تعالى يوم الأحد للعبادة. اليوم نتكلم عن أصحاب السبت والذين ذكروا في القرآن الكريم. وقد توجه السؤال إلى نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. جماعة من اليهود كانوا يقطنون بالمدينة المنورة، قبائل يهودية مثل قبيلة بني النضير وقبيلة بني قريضة وأيضا يهود خيبر. هذه مجموعة قبائل يهودية كانت تستوطن الجزيرة العربية، وكان بينهم وبين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم جدالات وحوارات واستفسارات. والغريب في الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمي، لا يقرأ ولا يكتب، ولكن كان يخبرهم بوحي من الله تعالى عن دقائق الأشياء التي تخص دينهم، منها ما جاء في هذه القصة أصحاب السبت. لما قال الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين نسأل الله السلامة والعافية. هادو ناس من اليهود كانوا يوم السبت يصطادون في البحر الأسماك، وحينما سوف يخالفون أمر الله تعالى غد يوقع لهم واحد المسخ للقردة. بالتفصيل الذي وقع أن هذه القرية كانت مجاورة للبحر، وأبطال هذه الحادثة هم جماعة من اليهود كانوا يسكنون في قرية ساحلية بحرية. القرآن الكريم لم يسمي لنا القرية، ولكن بعض المفسرين باجتهادهم قالوا بأنها تسمى أيلة على شاطئ بحر القلزم بين مدين والطور. سكان هذه القرية وظيفتهم هو اصطياد الأسماك، وكان عندهم ساحل غني بالأسماك وبالخيرات، ربي عز وجل أكرمهم. والله سبحانه وتعالى لما أرى من أفعالهم أراد أن يبتليهم. ربي سبحانه وتعالى في الدنيا ما نسوش أيها الأحبة الكرام، احنا في الدنيا في دورة تدريبية، احنا دنيانا هذه راه غير مؤقتة، وإنما دارنا هي الآخرة اللي فيها الخلود الأبدي. أما احنا هنا في الدنيا مؤقتين، ونحن في دورة تدريبية، ونحن في ابتلاءات، كل واحد منا خصو يدوز من النصيب ديالو. هؤلاء القوم ربي عز وجل أخبرنا كيف ابتلاهم بابتلاء بسيط، ولكنهم لم ينجحوا في الاختبار. هذا الابتلاء أن الله تعالى قال لهم يوم السبت هو يوم عيدكم، هل احنا عندنا الجمعة وما عندهم يوم السبت؟ هذا اليوم ينبغي أن يخصص للعبادة، وحرم الله عليهم أن ينشغلوا بأمور الدنيا. اليهود معروفين نهار السبت ما يخدموش،
كيديروا واحد الشاشيه كتسمى الشاشيه ديال اليهود. ملي كتشوف اليهودي عنده شاشيه فوق راسه صغيره، معنى انه وقره، راهو في عباده، راهو في طاعه، راهو في مناجاه لخالقه. فكان اليوم بكامله يقضونه في التعبد ولا ينشغلون بامور الدنيا، لا بتجاره ولا بصناعه ولا باي شيء. علاش ربي عز وجل قال لهم السبت العباده؟ لانهم كانوا لا يحافظون على العباده في باقي الايام. باقي الايام يقول لك احنا احرار، من الاثنين او من الحد حتى الجمعه، عندهم اليهود في دينهم انهم احرار، لا يصلي لا يعبد ربه، فقط يكون مع الدنيا، مع الكسب، مع الترفيه، مع الاستمتاع. ويوم الاحد يغلق الابواب على العباده. المسلمون لا، المسلمون احنا عندنا 5 صلوات في اليوم، المساجد ممتلئة طيلة الأسبوع، ويوم الجمعة عدنا للعبادة وأيضا في التجارة. اليهود هؤلاء لما أمرهم الله سبحانه وتعالى بأن يخصص لهم يوم السبت للراحة والعبادة، لا عمل فيه سوى التقرب إلى الله تعالى بأنواع القربات المختلفة، أراد الله اختبارهم وابتلاءهم. ما الذي وقع؟ هو أن الحيتان، ذاك الشاطئ الساحلي كان فيه حيتان وفيه أسماك طرية، أسماك رائعة. الغريب في الأمر أن الله ابتلاهم وجعل وسط الأسبوع السمك ما كيظهرش، وسط الأسبوع السمك غير موجود. الصيادة كينزلوا بالقوارب ديالهم وبالفليك ديالهم وبالشباك ديالهم، كيقلبوا على الحوت ما كيلقاوش، كيلقاو بعيد في الأعماق. ولكن يوم السبت الحوت كيجي حتى لعندهم، كيجي حتى للعتبه ديال البحر، كيقول لهم ها انا دا خذوني، ويسهل صيده. ولكن غير كيفوت السبت والحوت عاود يدخل الاعماق ديالو. هنا واحد المجموعه ديال الناس قالوا ودابا حنايا الاسبوع كله كنقلبوا على السمك ما كنلقاوش، ونهار السبت كيجي حتى لعندنا، ماذا نفعل؟ سالوا احبارهم وعلماءهم، قالوا لهم لا ينبغي لكم ان تصطادوا، إنه محرم عليكم العمل يوم السبت. قال لي ولكن راه وصل الأسبوع ما كاينش. قال لهم ذلك أمر الله، ربي عز وجل يتصرف في ملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأحبار اللي كانوا عندهم الدين وعندهم التقوى نصحوا القوم ديالهم، ولكن واحد المجموعة ديال الناس اللي كيحبوا المال واللي كيحبوا الثروة قالوا لابد أن نفكر في طريقة من الطرق. قالوا غنديروا الاحتيال، يسموها الحيلة الشرعية، لابد أن نحتال احتيال. كيف يمكن أن نصطاد السمك حتى يوم السبت من دون أن نعمل؟ فكروا وقدروا وقالوا غنديروا إقامة حواجز، حفروا واحد مجموعة ديال الحفر وداروا الحواجز ونصبوا الشباك وخلوها في ذلك المكان، باش ملي الحوت يجي نهار السبت للشاطئ يبغي يرجع تشدوا الشباك وتشدوا الحواجز والحفر، ونهار الحد يلقوه قدامهم ويصطادوا. داروا هذه الفعله، فعلا نجحت لهم. اقاموا حواجز وحفر، نصبوا الشباك، مشاو للعباده وخلوا الحوت يتصرف. الحوت خرج فعلا للشاطئ بغى يرجع وحل، بقى تما جالس الحوت. نهار الصباح الحد جمعوا الحوت كله ولوا اثرياء، ومن ثم قالوا هذه حيله. فوقع جدال ونقاش بين أهل القرية. أهل القرية من اليهود كانوا على 3 فرق. الفرقة الأولى هي فرقة بغت غير المال، ما عندهاش علاقة بالمبادئ ولا بالدين ولا بالتوابيت، خصها الفلوس، خصها الثروة. كتقول لك هذاك الفكر الآخر هذاك فكر خرافي، فكر بالي، لا ما عندنا ما نديروا به. هذه الفرقة العاصية هي التي تصطاد السمك بالحيلة. فرقة ثانية هي فرقة ديال المؤمنين، كانوا من اليهود مؤمنين يخافون الله، وقفوا موقفا إيجابيا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ومشوا كيرفعوا الأصوات ديالهم كيقولوا المخالفين عندكم احذروا غضب الله. راها التجربة أفادت بأن الله تعالى يمهل ولا يهمل، راه ينزل العقاب غينزل على الجميع. وبقت هذه الفرقة عندها صوت كتخبر وكتكلم وكتنهى،
وما كتخافش واخا كي كي يقطعوا عليها المؤونة، واخا كي يلحقوا بها الأذى، لكنها لا تخاف في الله لومة لائم. هذه الفرقة الثانية من اليهود صاحبة الموقف الإيجابي. والفرقة الثالثة هي فرقة سلبية، هي لا تعصي أمر الله ولكن لا تنكر المنكر، وداخل سوق راسها، دبر راسكم، أنا نسد علي بابي ودبر ريوسكم. هذه الفرقة الثالثة التي لا تفعل أي شيء. وبقى الوضع هكذا. جات الفرقة الثانية اللي هي اللي عندها الموقف الإيجابي، كتقول للفرقة الثالثة اللي عندها موقف سلبي، خصنا نتفقوا، خصنا نديروا رأي واحد، خصنا نوقفوا ضد هذا العمل الإجرامي، راه العقاب إلا نزل سيصيب الجميع بأفعالهم. قال لهم لا، حنا سمحوا لنا، حنا ما مساليش لهذا الشيء كله، حنا خلينا سوق راسنا. بقوا هكذا جدال بين هذه الفرق، وبقوا كيتسناو اش غادي يوقع. ما وقع والو. الفرقة الأولى العاصية اللي كتصطاد بالحيل شبعت فلوس، ولات كل سبت كتنصب الشباك، ونهار الحد كتحصد الحيتان، ومن بعد جمعت مالا كثيرا ومالا وفيرا، وما وقع لهم والو. بقاو كيتسناو كيتسناو، حتى لواحد الوقت عاد غادي يجي العقاب الإلهي، وكان عقابا شديدا وعذابا أليما، أن الله تعالى سوف يقوم بمسخهم ويحولهم إلى قردة، عقابا لهم لإمعانهم في المعصية. أش كيقول الله تعالى في كتابه العزيز؟ يا محمد، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هناك ابتلاء، كل واحد منا عليه أن ينتبه وليحضر. راه الحياة الدنيا عندنا كل واحد فينا نصيب من الابتلاء، كاين اللي جا الابتلاء في الفقر، كاين اللي جا في الصحة، كاين اللي ما عنده سعد، كاين اللي محقور، كاين اللي ربي أجداد له، كل واحد دليل سيناريو يختلف عن الآخر. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. من اللي وقع الابتلاء وقع الجدال، قضية شأن عام، الناس يتحاورون، كتلقى الرأي والرأي المضاد، كتلقى اليمين واليسار، ووسط اليمين ووسط اليسار، والموقف اللامبالي. هذا كله لخص الله تعالى في كلمات، وقال: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا بما نجت على المؤمنين، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا، أعطاهم الله شوية العذاب في الأول، أعطاهم شوية المشاكل، لكن من اللي أعطاهم التنبيه الأول والثاني والثالث وما انتبهوش، هنا غيجي العقاب الشديد. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هكذا جاء في سورة الأعراف. ما الذي وقع؟ ربنا سبحانه وتعالى في الليل جاء أمر الله، وأمر الله جاء غريب، الناس نائمين، ما كاين لا حرب، ما كاين لا صراع، ما كاين لا تخطيط لا والو، أمر الله تعالى يسير، الناس ناعسين، فجاء العذاب الإلهي، نسأل الله السلامة والعافية. فمسخ شبابهم قردة، ومسخ عجائزهم خنازير، اللي هو يا كبير في السن ولا خنزير، واللي هو شاب ولا قرد. في الصباح غجا السبت، الناس كيتسناو دوك اللي كيامروا بالمعروف وكينهوا عن المنكر، بغاو يمشيو يقولوا ليهم زعما راه عطيني السبت تقيوا الله، ما ديروش الشبكه، راه الحوت، راه كذا، كيتسناو فيهم ما خرجوش، كيتسناو حدا شاطئ البحر لا وجود لهم. مشاو للديور ديالهم، بقاو سادين عليهم بيوت، بيوت فخمه، بيوت فاخره، عندهم المال والثروه، كلشي ساد الباب ديالو، كيقلبوا، حتى واحد كيدقوا الباب، حتى واحد ما كيجاوب، كيرفعوا صوتهم يا فلان يا بني فلان، حتى واحد ما كيجاوب. فوضعوا سلما على الجدار، داروا السلاليم وطلعوا فوق الجدار فوق الحيط، من اللي طلعوا عليهم اش وقع عليكم، شتناكم اليوم السبت كاع ما خرجتوا تصيدوا كالعاده. فاذا بهم يرون بان الناس تحولوا، الشيوخ صاروا خنازير تصدر عنهم اصوات قبيحه، والشباب صاروا قرده، كل واحد فيهم كيدير حركات غريبه. فصار كل قرد ياتي قريبه من الانس
فيشم ثيابه ويبكي. الناس فوجئوا، قالوا هذا عذاب أليم، شوف العقاب الإلهي، ردهم خنازير وقردة، ماشي أن هذا مجاز حقيقي فعلا ولا قرد، حيت كاين هناك المجاز شي واحد تقول لي هي قرد أو يا خنزير غير بسبب الفعل ديالو، ولكن هم على وجه الحقيقة صاروا قردة وخنازير. وكتقول الروايات الحديثية بأنهم لما مسخوا على هذه الصورة بقوا حوالي 3 أيام، 3 أيام على هذه الصورة لم يأكلوا خلالها ولم يشربوا، ثم إنهم لم يخرج منهم نسل، النساء والرجال بعضياتهم، حتى وحدة ما حملت أخرج منها نسل، إن هي إلا أيام معدودات، ثم ربنا عز وجل قبض أرواحهم وماتوا ودفنوا، دفنوا كخنازير وكقردة، وكان عبرة لما بعده من الأمم. لهذا يقال بأن نظرية داروين حقيقية وصادقة. داروين عالم الأحياء الشهير اللي ظهر في القرن 19 واللي قال بأن أصل الإنسان قرد، قال لهم بأن راه ما كاين لا آدم ولا حواء، غير الإنسان كان قرد ويتطور، نظرية التطور. نعم داروين كان صادقا، لأنه يقال بأنه عثر على هيكل بشري وجمجمة ديال البشر قرد، لعله من هؤلاء الفئة من بني إسرائيل الذين كانوا يسكنون تلك القرية الساحلية، وبنى عليها نظريته اللي هي نظرية كتسمى إكسترا سيانتيفيك، خارجة على المنهج العلمي. لماذا؟ لأنها كانت مبنية على وقائع محدودة وبنى عليها قواعد عامة. المهم ربنا عز وجل حكى لنا هذه القصة في سورة الأعراف، وذكرها أيضا في سورة البقرة لما قال وهو يحذرنا ويخوفنا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وموعظة للمتقين. وأيضا تكلم عنها ربنا عز وجل في سورة النساء لما حضرنا وقال لنا أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا وكان أمر الله مفعولا. هذه فيها عبرة وفيها عظة. إذا كان اليهود أعطاهم الله يوم السبت، إحنا المسلمين لم نؤمر إلا باليسير، إحنا ربي أعطانا الجمعة وقال لنا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. المفروض أن جات الجمعة كل واحد منا غير يسمع الأذان إذا نودي للصلاة، إحنا من رحمة الله الصباح ديال الجمعة نشتغل وبعد الجمعة نشتغل، ولكن عند رفع أذان الجمعة ما فيش شغل أبدا، لابد أن ننقطع عن العمل باستثناء الناس اللي عندهم ضروريات بحال رجال الأمن يحفظوا أمن وسلامة الناس، بحال رجال الإطفاء، بحال الجيش الذي هو يحمي الثغور في حالة الخطر، كذلك الأطباء والممرضين في المستعجلات وغير ذلك من الناس اللي هما في وضعية صعبة واستثنائية. أما عموم الناس المفروض إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الكل يسعى لذكر الله وذروا البيع، البيع هو جاء للتغليب، وإنما كل عمل لابد أن نتركه، وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه القصة فيها عبر، ربنا عز وجل لما يحكي لنا القصص كيقولنا فيها عبر، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لابد أن نتعلم ونستفيد من هذه القصص في واقعنا الحياتي، هي ليست قصة مجرد للحكاية وللتسلية، لابد أن نستفيد. جيل الصحابة الجيل الفريد رضي الله عنهم الجيل القرآني نستفيد منهم أنهم كانوا يأخذون هذه القصص ويأخذون منها العبر والعظات. كان سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما يقرأ مثل هذه القصص كيشعر بالخوف وبالورع، حتى أنه لما كان أميرا للمؤمنين كان حاكم وكان سلطان، ومع ذلك كان زاهد لا يأكل إلا القليل ولا يشرب إلا اليسير، يتنزه عن كل شيء. ملك يقول يا أمير المؤمنين كل واشرب وتمتع الخير موجود، يقول لهم إني أقرأ قول الله تعالى
أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. رغم أن الخطاب موجه للكفار، يوم يعرض الذين كفروا على النار يقول لهم الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. دوك الغير المؤمنين كراه كيتبتع، كياكل كيشرب كيدير جهده كله، اون في اللي هي سعيده جدا، بون فيفون، كياكل مزيان يشرب مزيان يتمتع مزيان يتريح مزيان بخير وعلى خير. كيجي وقت العباده كيقول لك ما مساليش، وقت القران الكريم ما كيروقنيش. اش كيقول لنا الله تعالى؟ كيقول لك يوم القيامه اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، النصيب خدتوه في الدنيا وفي الاخره لا نصيب لكم والعياذ بالله. فالانسان لابد ان يستفيد من هذه الاخطار. والعلاج كيف يكون؟ هو ان الانسان دائما يتعظ ودائما ان يكون هناك التواصي، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكل واحد لابد ان يجدد توبه وان يتسع في الحلال ويحاول ما امكن يبتعد عن الحرام. عطاك الله، كانوا بعض الصحابه حتى الحلال لا يتسعون فيه، والحرام كيبعد منه نهائيا. وربي سبحانه وتعالى كيغفر لكل من جدد توبته. اسال الله الكريم المتعال ان يرحمنا ويبارك فينا ويرزقنا صدق الايمان وحسن الخاتمه.